أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن معارك صعدة وطبيعة المواجهات في علب وأبعاد عودة العمليات العسكرية في مركز سيطرة الحوثي. أعلن الجيش الوطني سيطرته على مواقع جديدة في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في محور علب. وقال قائد اللواء 102 في محور صعدة إن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية خلال اليومين الماضيين وحررت مواقع عدة. في المقابل يرى متابعون أن الغموض يلف المشهد العسكري في صعدة التي لا يزال التقدم فيها محدودا بعد الضغط الذي تعيشه الجبهات في محافظات أخرى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي المشهد العسكري في صعدة؟ وما هي طبيعة وأبعاد التقدم العسكري للجيش في مديرياتها؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. تقدم جديد لقوات الجيش الوطني في محور علب بمديرية باقم. أكثر من 8 كيلومترات باتت تحت سيطرة الجيش إثر معارك عنيفة مع مقاتلي ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة شديدة الوعورة، اكتسب خلالها مقاتلو الميليشيا خبرات في حرب العصابات والتخفي في جروف حصينة. مسرح العملية القتالية امتد بحسب قائد اللواء 102 التابع لمحور صعدة العميد ياسر الحارثي، امتد ما بين سلسلة جبال الوعواع وحتى قمم رأس الطير، وشهد على مدى الأيام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمتمردين. وبحسب العميد الحارثي فقد حرر الجيش جبال الضراوي وتاج الهرم وسبعة علب وضبعة، بالإضافة إلى ذلك قامت قوات الجيش بعملية تمشيط للجبال والهضاب والتباب وسط فرار مقاتلي الميليشيا مخلفين وراءهم كميات من الأسلحة والمستلزمات القتالية والملازم التثقيفية التي تعود إلى مؤسس الميليشيا حسين الحوثي. في هذه الشقوق والجروف والثكنات المموهة أمضى مقاتلو الميليشيا أشهرا وربما سنوات في ظروف تتسم بالحد الأدنى من متطلبات العيش، لكن كان لديهم ما يكفي من القناصات والأسلحة وحماية طبيعية تجنبوا خلالها الضربات الجوية والقصف المدفعي للجيش على نحو يضفي على الانتصارات التي حققها الجيش هنا قيمة استثنائية. السيطرة على هذا الموقع، أقول لك تايب الموت والرجامي، أين أنت يا رجامي؟ أين المقاتلين حقك؟ نتحداك المقاتلين حقك في فروا هاربين مثل النعامة، أتحداك بالروح بالدم نفديك يا أمل، بالروح بالدم نفديك يا أمل. الطبيعة التضاريسية طبعت المعارك في هذه الجبهة على مدى العامين الماضيين بالوتيرة البطيئة وبالمراوحة والكر والفر، زاد عليها عدم انتظام التموين والإسناد للجيش وغياب رؤية واضحة حول المهمة الملقاة على عاتقه في منطقة توصف بأنها المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية. التقدم الذي يحرزه الجيش جعله وفقا لمصادر الإعلام العسكري قريبا جدا من منطقة مران مسقط رأس زعيم الميليشيا، حيث تمثل هذه الجبهة واحدة من جبهات عدة تشهد تقدما متواصلا باتجاه عمق محافظة صعدة في إصرار على استعادتها من سيطرة الميليشيا على المحافظة دامت أكثر من عقد من الزمن. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض محافظ محافظة صعدة هادي طرشان. أهلا بك سيادة المحافظ. مرحبا بك أخي، أنا في الرياض ولكن أنا الحدود، أنا الحدود السعودية اليمنية. أهلا وسهلا بك أينما كنت. إذا بداية سيادة المحافظ، الجيش يعلن يعني تقدمه في محور علب، مع أنه كان قد أعلن في وقت سابق ربما ذات الإعلان، ما هو المستجد في هذه المرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولقناة بلقيس الفضائية والمشاهدين الكرام. أما بالنسبة للتقدم فهناك تقدم في مسار العمليات على جميع الجبهات ومنها ما ذكرت أنت علب، والتي ذكرتها أنها أعلنت أكثر من مرة. أصحح لك المعلومة أنها التقدم الأخير تجاوز كل ما المسميات التي كانت تذكر من السابق، ومنها ما ذكره تقريركم مثلا في الجبهة التي عن طريق خلف ظهران من الشرق وخلف علب من جهة الشرق أيضا باتجاه الطويلة، وقد تقدمت ما يقارب 12 كيلو متر بقيادة قائد اللواء ياسر الحارثي. هذا اللواء الذي تدخل قريبا وتقدم هذا التقدم الكبير، هذا بالنسبة لجبهة علب وما حولها.
طبعا جبهة علب تقدم الجيش الوطني أيضا في هذه الجبهة تقدم كبير جدا، وهم الآن على مشارف مناطق آل سبحان، وأصبح الممر الذي يمر إلى أبواب الحديد تحت السيطرة النارية، وإن شاء الله أن الأيام والساعات القادمة ستشهد إن شاء الله تقدم كبير لهذه الجبهة. هذا بالنسبة لجبهة علب وما حولها. بالنسبة للجبهة الشرقية فهناك تقدم كبير جدا أحرزه الجيش الوطني، سواء من جهة الشرق الجنوبي لمديرية كتاف، أو من جهة الشرق، أو من جهة أيضا الشمال الغربي. فقد وصل الجيش الوطني بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تخوم وأطراف منطقة الفرع التي لا تبعد إلا أقل من 10 كيلومتر من مركز مديرية كتاف. وللعلم أن هذه المديرية، للعلم المشاهد الكريم، أن هذه المديرية هي أكثر من 5000 كيلومتر مربع، وهي بمساحة دولة من الدول القائمة الآن القريبة منا، وأيضا هي أكبر مديرية في محافظة صعدة. فالتقدم فيها لا شك أنه نوعا بطيء، لكنه تقدم كبير جدا إذا قارناه ببقية المعارك في بعض المحافظات الأخرى، خصوصا أنه في محافظة صعدة، والجميع يعرف ويعلم من هي محافظة صعدة ومن تكون وكيف تكون المعارك على هذه المحافظة بالنسبة لميليشيا الحوثي. نعم. طيب، يعني عندما نتحدث، وأنت تحدثت لنا الآن كما تفضلت بالقول من الحدود مع السعودية، إذن هل المسألة الآن أن التقدم الجاري هو في سبيل الحسم، أو بالأصح سنرى تقدما متسارعا خلال الأيام القادمة، أم أنه نوع من الضغط في هذه الجبهة للتخفيف من الضغط على جبهات أخرى كما يرى بعض المتابعين؟ أخي العزيز، لا تنسى أن محافظة صعدة هي المركز المقدس لجماعة الحوثي، وهذا معلوم عند الجميع. مسقط رأس الحوثي في صعدة، انطلاق الحوثي كان من صعدة. أكثر المقاتلين تدريبا وأخذوا تدريبات في خارج اليمن، في إيران وعند في لبنان مع حزب الله، هم من محافظة صعدة وتدربوا هناك. صعدة جلب إليها الصواريخ البالستية والصواريخ المتعددة الأغراض، وأيضا جلب إليها أهم الأسلحة، وجلب إليها أيضا حتى الأموال لأهمية المحافظة بالنسبة لجماعة الحوثي. لكن كما ترى أن الآن التقدم في محافظة صعدة بفضل الله عز وجل في جميع الجبهات، سواء من الجهة الغربية على مديرية الظاهر التي الآن المعارك تدور في مركز المديرية التي هي الملاحيط، أو في جبهة علبة التي ذكرت، أو في جبهة رازح مثلا، أو حتى في ما ذكرنا من تقدم في جبهة البوق اختار. فالتقدمات أخي ليست للضغط، وليست كما يروج أنها فقط لتأمين الحدود، لا، هذا لا يمكن أبدا. نحن لدينا هدف استراتيجي أن نحرر المحافظة، ونحن بإذن الله نتعهد لتحرير المحافظة إن شاء الله قبل كثير أو بعض المحافظات التي لا تزال إلى الآن لم يدخلها الجيش الوطني، رغم أنها ليست منطلق لجماعة الحوثي. فالتقدمات الآن تشير إلى أن الانتصار قريب جدا، والكماشة بدأت تضيق الآن وتضيق الخناق على جماعة الحوثي، لأن المحافظة أصبحت محاصرة من جميع الجهات، الجهة الغربية الجنوبية، الجهة الغربية الشمالية، الجهة الشمالية، الجهة الشرقية من جهة الجنوب، الجهة الشرقية من جهة الشمال. الآن بقي مدخل واحد لجماعة الحوثي، تدخل منه السلاح وتخرج منه المقاتلين وتدرب من تدرب، وهو الخط الذي يربط محافظة صعدة بمحافظة عمران. هذا الخط إن شاء الله، فهذه بشارة أنقلها عبر قناتكم، أنه إن شاء الله قريبا سيقطع هذا الخط وستخرج الميليشيا الحوثي في داخل صعدة. هذه بشارة إن شاء الله ننقلها عن طريقهم وعن عبر قناتكم الكريمة. طيب، هل ما لديك، يعني ما لدى الجبهات على الأرض، وباعتبارك أنت محافظ المحافظة وبتأكيد لديك اطلاع حول ذلك، من إمكانات أو من معدات عسكرية يكفي للاستمرار بهذه المعارك دون توقف أو دون إشكالات؟ سؤال جيد وأشكرك عليه. لا، بصراحة وأكون معك صريح، لو كانت هناك متوفرة لما استغرقت المعركة في داخل محافظة صعدة أسبوعا واحدا،
لكن هناك الحد الأدنى موجود ونحن نقاتل بالحد الأدنى، وهناك تقدم رغم الإمكانات الضعيفة ورغم شح الإمكانات. ومع ذلك لدينا جيش وطني لديه معنويات عالية مرتفعة المعنويات ويتقدم كل يوم. هناك تضحيات لا شك، هناك عراقيل لا شك، لكن التقدم يستمر يوما بعد يوم، بل كل ساعة هناك تقدم وهناك تطهير للألغام الهائلة جدا التي وضعها الحوثي في طريق الجيش الوطني. الحوثي الآن السلاح الأكبر والأقوى والأمضى له في المعارك هو سلاح الألغام فقط، أما بالنسبة للمقاتلين فالذي نخسره في مواجهة الحوثي ليس عن طريق المواجهة وإنما عن طريق الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي يضعها في طريق الجيش الوطني. طيب سيادة المحافظ، يعني حضرتك الآن خلال يعني إشرافك على هذه المعارك أو ربما اطلاعك على طبيعة هذه المعارك، ما هو حجم التنسيق مع التحالف العربي؟ ما هو طبيعة الإمداد الذي يقوم به التحالف العربي لهذه المعارك؟ وهل يشارك الطيران في ضرب مواقع تواجد الحوثيين أثناء تقدم الجيش الوطني في هذه المواقع؟ لا شك ولا ريب أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لهم الفضل الكبير بعد الله عز وجل في تقدم الجيش الوطني على تراب محافظة صعدة، والإسناد قائم، إسناد لوجستي، إسناد معنوي ومادي وطيران ومدفعية، ولا شك أنهم يمهد لكل جبهة لكل معركة بالطيران وبالمدفعية الثقيلة، ولهم منا كل الشكر والتقدير. نعم سيادة المحافظ، طيب في سياق آخر، إذا أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبد المجلي. أهلا بك سيادة العميد. اهلا وسهلا بشيخ العزيز سماحه الرئيس الاستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. ساده العميد، باعتبار العمليات الاخيره للجيش في صعده وفي محاور علب وايضا في الجبهات الاخرى، الى اي مدى من الناحيه العسكريه بطبيعه الحال تمشي الامور وفقا للخطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك يا اخي العزيز. نهنا قيادتنا السياسيه والعسكريه بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني وباستفاد من طيران الصحراء العربي وبالاخص في محافظه صعده، هذه المحافظه التي عانت من الظلم والثور والقتل والقصف والتشريد هو سنين مضت من قبل السياسه الانقلابيه التي شردت ابناء صعده وشردتهم في انحاء اليمن. بالنسبه لذلك العزيز، العمليات العسكريه تسير بوسيله مؤهله وان كانت محققه لحسن الخطه التي اعدتها قياده وزاره الدفاع ورئاسه هيئه الاركان العامه. هذه الخطه ارتبطت بمحافظه صعده، تم محافظه صعده من الجبهات في عدد من الجبهات كثافه البقعه جبهات راجعه وجبهات وجبهات بس. هذه الجبهه حققت انتصارات كبيره على الساحه مش على الارض وسطها الجيش الوطني حقق المزيد من الاماكن الحاسمه والهيئات والسباق والجبال الاستراتيجيه فعلا كبدت من كبد العدو خسائر كبيره بالارواح والمعدات. في الضغط استطاع الجيش الوطني يسيطر على اجزاء كثيره من سوق الملاحيظ وان يحقق التقرب نحو جبل مران، هذا الجبل الذي وعد الاخ الرئيس الجمهوريه فخامه الاخ المشير الركن عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهوريه القادر على القوات المسلحه بانه سيرفع على جبل مران. ارجو سيادة العميد ان تتفضل بالبقاء معنا. نعم اعود الى المحافظ استاذ هادي طرشان. سيادة المحافظ، بالنسبة لوضع السكان، وهل هناك يعني بالتزامن مع التقدم الذي يحدثه الجيش تواجد لمسألة الخدمات للمناطق التي تم تحريرها، هل بات هناك تطبيع للحياة في هذه المناطق أم أن المسألة لا زالت مبكرة للحديث عن هذا الأمر؟
بداية دعني أشكر ضيفك الفندم عبد المجلي، ولم للأسف أني لم أسمع الصوت، يعني لا أدري هو التغطية أم ماذا. المهم ما بالنسبة لسؤالك، فبالنسبة لتأمين المناطق المحررة فالخطة قائمة على التأمين، والخطة قائمة على الإغاثة، والخطة قائمة على تطبيع الحياة بشكل كامل. لكن ما يعيق كل ذلك هو الألغام المنتشرة في طول البلاد وعرضها، في كل نقطة وفي كل زاوية هناك ألغام، هناك ألغام متعددة الأحجام ومتعددة أيضا الأغراض. هناك ألغام فردية صغيرة، هناك ألغام بلاستيكية لا يستطيع الفرق الهندسية الوصول إليها بسهولة، هناك ألغام بتوقيت عن بعد، وهناك ألغام عن طريق الاستشعار تنفجر. هذه كلها تعيق أي تطبيع للحياة بسرعة. نحن نحتاج إلى فترة، وخصوصا في هذا المجال فترة تطهير المناطق من الألغام والمتفجرات. لا تنسى أخي أن أغلب المناطق الآن في محافظة صعدة أصبحت خالية من السكان تماما بسبب ما حصل لهم من تهجير ومن مضايقات، ومن أيضا حالة الحرب التي يعني حادثة الآن في هذه المناطق. لكن بالنسبة للخطة لنا كمحافظة ومدير آمن وخدمات للمواطنين، فالخطة جاهزة ومرسومة بشكل كامل. أشكرك سيادة المحافظ هادي طرشان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. العودة وقبل العودة إلى سيادة العميد عبد المجلي، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من القاهرة المحلل العسكري الأستاذ علي الذهب، وأذهب بالسؤال إلى سيادة العميد عبد المجلي. سيادة العميد، يعني هناك حديث حول أن محافظة صعدة محافظة تمثل معقل ميليشيات الحوثي، وبالتالي هناك ربما صعوبة أكبر في تحقيق اختراق في هذه المحافظة. إلى أي مدى يمثل الأمر عائقا بالنسبة للجيش الوطني هذه المسألة؟ الحقيقة ما تحقق في محافظة صعدة يعتبر إنجاز كبير، وخاصة لأنها قتل رؤوس الميليشيات الانقلابية الحوثية التي انطلقت من جبل مرار وانتشرت في السرطان إلى أنحاء اليمن. اليوم الجيش الوطني في غالبية صعدة يحقق انتصارات كبيرة، وفعلا كما تكلم الأخ محافظ صعدة ووضع نقاط على الحروف، وهو من أبناء المنطقة الذي فعلا أجاد وأفاد. المحافظة صعدة لها أهمية كبيرة في التحرير، حيث أنها جعلت الميليشيات الانقلابية الحوثية منطلقا لإطلاق الصواريخ البالستية سواء على المدن السعودية الأخيرة في السكان على المدن اليمنية. كذلك أخي العزيز، هذه المحافظة جعلتها الميليشيات الانقلابية هو المخزن للسلاح التي نهبت من مخازن القوات المسلحة، وكذلك أخي العزيز جعلتها سجنا كبير للمواطنين من أبناء محافظة صعدة الذين غالبيتهم يرفضون الظلم والضيم ويرفضون الميليشيات الانقلابية الحوثية. أيضا أخي العزيز، هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية استعلت منذ فترة من الزمن سواء بالحروب الستة وفي الحروب الأخيرة، وأذاقت أبناء محافظة صعدة عن المرخين. ها هم اليوم يتنفسون وينضمون للجيش الوطني. الصعوبة التي نواجهها نستطيع أن نقول لا يوجد صعوبة أمام الجيش الوطني أمام قوة التدريب الروح المعنوية وعدالة القضية. هناك المشكلة على الغام التي زرعت الجيش الوطني للشراكة الخداعية في مختلف الأحجام والألوان والأشكال. كذلك في العزيز الطبيعة الأرض والصواريخ. أيضا نحن نحافظ على المدنيين أثناء التقدم في خاصة في المناطق الأهلة بالسكان، وفعلا يكون هناك التقدم بحكمة، وأن نتجنب المنازل ونعمل على حفاظ المواطنين في محافظة صعدة بل كل المحافظات اليمنية. هناك إثنات طيرانية كبير، هذا الإثنات فعلا بس أوتار في كل الانقلاب الحوثية، وذلك أيضا التعزيزات بين الحين والآخر. محافظة صعدة المهم أنها ستكون منطلق لتحرير العاصمة صنعاء وتحت محافظة عمرة. أرجو أن تتفضل مرة أخرى بالبقاء معنا سيادة العميد. يعني أذهب الآن إلى الأستاذ علي الذهب المحلل العسكري. الأستاذ علي، برأيك هل تحقق هذه العمليات في محافظة صعدة العمليات العسكرية بطبيعة الحال أهدافها المباشرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللأخوة المشاهدين. الحقيقة أن المعركة صعدة لا تقل أهمية عن معركة صنعاء، ولكن السؤال لكي تحقق هذه المعركة أو هذه المعارك، سلسلة المعارك التي يخوضها الجيش في هذه المناطق، لكي تحقق هدفها يجب أن يوضع في عين الاعتبار أن هنالك مسائل
لابد الأخذ بها، وهي هل أعد لهذه المعركة العدة عسكريا وإعلاميا وماديا وبشريا بحيث لا يستقيل يعني أمدها، لأن الحرب في صعدة حرب طويلة، وقد شهد الجيش الوطني أو الجيش السابق تجارب كثيرة في هذه المحافظة وعانى الكثير منها خلال الحروب الستة. والآن الحوثيون أصبحوا إضافة إلى خبرتهم السابقة، إضافة إلى إمكانيتهم وحشدهم وأهمية هذه المحافظة من يعني أهميتها بالنسبة لهم، فإنهم أعدوا لها العدة لمواجهة الجيش الوطني، وبالتالي فإنه يجب على الجيش الوطني أن يسعى إلى تعزيز قوته وإمكانيته في الجانب السياسي والإعلامي والبشري والشعبي في هذه المحافظة، ليتسنى له يعني وضع نفسه في موضع أقوى من الحوثيين. لا شك أن الحوثيين في موقف أضعف، لكن لكي تحقق هذه الحملة أهدافها يجب أن يتم أن يكون هناك التوجه، أن يكون التوجه يعني بحسم المعركة في أقرب وقت ممكن. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى سيادة العميد عبد المجلي الناطق باسم الجيش. سيادة العميد، بوضع الاعتبار لما تفضل به الأستاذ علي الذهب، هناك أيضا من يتساءل ويتحدث على أن تقدم الجيش في مناطق صعدة لا يهدف بشكل مباشر إلى الحسم النهائي هناك باعتبار أنها معقل ميليشيات الحوثي، وإنما لتأمين وإيجاد مناطق حدودية عازلة وتأمين الحدود الجنوبية للسعودية. أي إلى أي مرة، إلى أي مدى هذا الأمر دقيق بالنسبة للجيش الوطني؟ الحقيقة أخي هناك تعاون وتكامل بين الجيش الوطني وأيضا بين دول التحالف العربي من أجل حماية اليمن، وأيضا تأمين كل المناطق دول التحالف، لأن هذه الميليشيات الانقلابية فعلا أصبحت تهدد اليمن وأصبحت تهدد المنطقة وتهدد أيضا السلام العالمي بحكم أنها تنفذ الأجندة الإيرانية. لكن نحن نقول كان هناك نقلات نوعية حسب الخطة التي عدت من قيادة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ومصادقة من الأخ رئيس الجمهورية ومتابعة حديثة أيضا من قبل نائب رئيس الجمهورية، على أنه تم فتح الجبهات مباشرة من عدة اتجاهات، سواء كانت جبهة رازح أو الظاهر أو كتاف وكذلك البقع وكذلك جبهة الباقم، وفعلا كان دخولها عبر المناطق والحدود السعودية، وكان مفاجأة للميليشيات الانقلابية أن أصيبت بمقتل وأن دخل الجيش الوطني إلى معقل دارها، وهو يقترب اليوم إلى جبال مران وكذلك يقترب نحو عدد من المناطق ومعاقل رأس الميليشيات الانقلابية سواء في السوفين في مران أو ضحيان. نعتبر هذا شيء إيجابي أن تشكل حلقات خانقة للميليشيات الانقلابية الحوثية، وشكلت الجبهات نقول أنصاف دوائر أو دوائر في بعض المناطق لتشكيل عملية الالتحام والتطويق والالتفاف للميليشيات الانقلابية. وأنت لا تلاحظ على الباقي في دور الدوائر سواء الميدي أو الساحل الغربي في الخوقة في المخا في غيرها من المحافظات. أشكرك سيادة العميد عبد المجلي الناطق باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ علي، وبسؤال أخير، إلى أي مدى ترى أن وفقا للمعطيات ووفقا لما تحدث به سيادة العميد وقبل ذلك ربما المحافظ حول، إلى أي مدى سيكون هذا التقدم في صاعدة مستمر؟ ما هي مدى ديمومة هذا التقدم بحسب الإمكانات المتاحة؟ كما تفضلت في طرحك أو مناقشتك لضيفك، هو أن الهدف الأساسي فعلا هو تأمين الشريط أو جزء كبير من الحدود مع السعودية، التي يعني في الغالب تطلق منها الصواريخ. وقد تحدث المتحدث باسم التحالف بأن هذه المناطق تعتبر مناطق إطلاق صواريخ ومناطق تخزين أسلحة وتهديد ومغيحة تحشيد للمقاتلين، وهي تمثل تهديد كبير على المملكة العربية. لكن في ذات الوقت هي جزء من المعركة، لا يجب أن يغفل مثل هذا الأمر، لأنها جزء من هذا من المعركة باتجاه الوصول إلى صنعاء أو ضغط على هذه الجهة بحيث تستدرج الحوثيين مقاتلين من مختلف الجبهات. وأتصور أن هنالك تقدم ملحوظ، ولكنه ليس بالحجم الذي يوحي بأن هنالك حث في أقرب وقت.
أشكرك أستاذ علي الذهب المحلل العسكري، كنت معنا على الهاتف من القاهرة، على تواجدك معنا في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لجميع الضيوف الذين كانوا معنا، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زميل محمد عبد المغني منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني. دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.